الورشه اللي هي من طرف الجهه ومن طرف المندوبيه الساميه للتخطيط وكذلك صندوق الامم المتحده للسكان، هي ورشه جد مهمه لان ما تلقى بالشباب الاولاء وكنعرفوا التحولات الديموغرافيه اللي كتعرف الجهه ديال طنجه تيكوان الحسيمه. كنعتقدوا ان بناء السياسات المحليه او السياسات الجهويه على احصائيات علميه مشاركه باحثين اكاديميين ومعلومات اللي كنعتقدوها انها غادي تفيد وغادي تفيد اكثر وغادي تكون المعالجه ديال القضايا والمشاكل اللي كيعيشها الشباب ديال الجهه بشكل علمي واكثر مهنيه واكثر احترافيه. وهذا اللي كنتمناو ان الجامعات الترابيه بشكل عام انها تستند على الاحصائيات العلميه في اعداد السياسات المحليه والجهويه.